اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين، مدربا ولاعبا، النجم الكبير كابتن خالد جد الله. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن اسلام حبيبي؟ ازاي؟ شرف ومنور والله، سعيد بيك وتحياتي ليك. كتير. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كويس؟ كله تمام الحمد لله. خليني ابدا مع حضرتك، وبكره مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه جدا من وجهه نظري. انا دايما بشوف مثل هذه المباريات هي مباراه صعبه كذا حد، وده اللي بيقلقني، ان كذا حد بيكلمني يقول لي ما احنا عدينا، احنا هنلعب مين في لا بكره مباراه صعبه زي ما انت قلت فعلا. صح. نمرة واحد، صعوبتها بتيجي دايما مباريات الكؤوس بتبقى مليئة بالمفاجآت. ليه يا كابتن؟ ليه دايما بنقول هذه الكلمة؟ ليه دايما بنقول ان مباريات الكؤوس تحديدا هي اللي مليئة بالمفاجآت؟ ما الدوري مليء بالمفاجآت برضو. لا، دايما بطولة الكاس عشان بطولة صغيرة قصيرة على طول، فبتدي طموح لكل فريق ان هو ممكن يكسبها. صح. 3-4 ماتشات تكسب بطولة. صح. من هنا بيبقى نسبة التركيز بتاعة الفرقة بتزيد قوي، حتى الصغيرة، حتى الفرقة الصغيرة، ده الفرقة الصغيرة بتبقى أكتر، يعني أكتر تركيزا. أكتر تركيزا، لأن برضو بيبقى قدامه هدف يقول لك أنا ماتشين وممكن أوصل فاينل. صح. ولا من هذا المنطلق نفس الدوافع بتبقى المفروض عند لعيبة النادي الأهلي وعند النادي الأهلي. الأهداف بتاعتنا لازم نحققها، وإيه هي الأهداف؟ الفوز بالبطولات، وباذن الله بطوله من ماتشين، يعني بكره باذن الله ربنا يكرمنا ونكسب، هيبقى في الفاينل وتاخد بطوله تفتتح بيها الموسم الحالي. فرقه انبي من الفرق برضو اللي مش وحشه، فرقه كويسه، عندها مدرب كويس، ماجد مصطفى على فكره، تامر مصطفى من المدربين، انا عشان بتابع الماتشات كلها لا من المدربين اللي هو شاطر، وشطرته جايه منين؟ ان هو عارف امكانيات اللعيبه بتاعته وعارف امكانيات الفرقه اللي هو ماسكها، فبيلعب على قد هذه الامكانيات، بيحاول ان هو يمشي الماتش، اي ماتش هو بيلعبه في حدود امكانيات لعيبته. ماتش بكره مباراه صعبه، هتفضل صعبه طول ما احنا ما جبناش اجوان في جون هدف بدري. لو جبنا هدف بدري الدنيا خلص الموضوع، هيخلص والدنيا هتبقى اسهل. هو مش هيخلص بس الدنيا هتبقى اسهل. ليه؟ لان المفروض فرقه انبي هتهاجم، هيكون في مساحات هنقدر احنا نستغلها بالسرعات اللي عندنا عند لعبتنا، بالذات في التلت الهجومي والناس الاربعه اللي بيلعبوا قدام. فنتمنى بكره باذن الله من اول دقيقه ان احنا نقدر نجيب هدف مبكر عشان يريحنا ويريح جمهورنا باذن الله. الاهلي يتلافى مثل هذه المفاجآت ازاي؟ بما ان مباريات الكاس هي مباريات المفاجآت، كيف يتلافى النادي الاهلي هذه المفاجآت؟ ان يكون هناك نمره واحد التركيز بدرجه عاليه جدا من اول دقيقه. نمره اثنين ان يكون عندك تنوع في الاداء الهجومي بتاعك. بمعنى ايه تنوع في الاداء الهجومي؟ النادي الاهلي عنده كل المفاتيح اللي تساعده ان هو في النواحي الهجوميه ينوع من الاداء الهجومي بتاعه، من عن طريق الاجناب، من عن طريق العمق، من عن طريق التسديد من خارج منطقه ال 18، عنده كل المقومات وعنده كل اللعيبه اللي عندها الامكانيات اللي تقدر تعمل هذا الكلام. مظبوط. فازاي ان انت تخلخل دفاعات الفرقه اللي انت بتلعب قدامها، ومعنى ان انت تخلخل دفاع الفرقه اللي انت بتلعب قدامها ازاي؟ لو انا عايز اخترق من العمق، بدايتي ما تبقاش من العمق، بدايتي تبقى من الاطراف، وبعدين كرة تنقل من العمق، وبعدين ابتدي اخترق. صحيح. لو عايز اخترق من على الاجناب ابتدي من العمق، وازاي اطلع الكرة بره وابتدي اخترق من على الاجناب. صحيح. عشان اتفادى التكتل الدفاعي، وبرده من احد الحلول ان انت تتفادى اي تكتل دفاعي هيتلعب قدامك، وده منتظر من فرقه انبي بكره، التسديد من خارج منطقه الجزاء، وعندك اللعيبه اللي عندها امكانيه التسديد، فلازم نستغل هذا الكلام. يبقى التنوع في الاداء الهجومي، رتم اللعب يكون سريع، لان النادي الاهلي من على مر التاريخ وعلى مر الاجيال ليه رتم في اللعب، ورتمه دايما بيبقى اسرع من اي فرقه بيلعب قدامها على المستوى في الدوري المحلي. لو الرتم ده قل شويه بيتساوى مع الفريق اللي هو بيلعب قدامه. فانا اتمنى رتم سريع، تركيز من اول دقيقه، تنوع في الاداء الهجومي زي ما قلت عن طريق من الاختراق من على الاجناب او من العمق او التسديد من خارج منطقه الجزاء. اهم ما يميز فريق انبي يا كابتن، بما ان حضرتك شفت الاسبوعين الاولانيين بشكل جيد، يعني بيلعبوا على قد امكانياتهم، هم عارفين امكانياتهم بالظبط. طبعا لو هنحط فرقه لعيبه النادي الاهلي في كفه ولعيبه نادي انبي في كفه، لا ما فيش مقارنه، الفروقات الفنيه هتيجي هتصب في مصلحه لعيبه النادي الاهلي.
سواء كانت الفروقات الفنية دي فردية أو جماعية، كل ده في مصلحة النادي الأهلي. ولكن فرقة إنبي عارفة إمكانياتها وبتلعب على قد إمكانياتها. بكرة هم هيبتدوا الماتش، أنا يعني بنسبة 90% من خلال برضو رؤيتي لفكر المدرب بتاعهم تامر مصطفى، ومن خلال الماتشين هم لعبوا قدام الداخلية وقدام طلائع الجيش، خسروا من الداخلية وعملوا شوط تاني كويس جدا، ولكن خسروا ضيعوا جوان كتير. الشوط التاني عملوه هايل، ومع طلائع الجيش اتعادلوا متهيألي، خلص درون اتغلبوا حاجه خلص درون. فهو بيلعبوا على قد امكانياته، هو هيلعب زوم من نص الملعب، هيبتدي الوقت هو بيلعب، كل ما الوقت بيعدي ما يجيش فيه اهداف هيبقى نجاح لي بالنسبه له، وبالنسبه لنا هيبقى ضرر لينا. وبيني وبينك يا كابتن برضو الفرق اللي بتلعبك دايما من نص ملعب ما بتبذلش ما بتبذلش مجهود كبير، لكن مجهودها اقل من الفرقه يعني اللي بيلعب في الـ في الـ في ال 90 متر او ال 120 متر بتوع الملعب، من 90 ل 120 يعني بتلعب في الملعب كله، فانت مطالب بمجهود بدني اكبر طبعا. لكن الفرقه اللي بتلعب في نص ملعبها بس اعتقد بتبقى الجهد البدني بالنسبه لها اقل لان هو بيستخدم المجهود المخزون البدني عنده في النواحي الدفاعيه بنسبه أكبر. صحيح، يعني 80% بيبقى في النواحي الدفاعيه و20% في النواحي الهجوميه لو قدر. صحيح، لو ما قدرش مفيش مشكله، ان هو اهم حاجه ان ما يجيش فيه جون بدري. مظبوط، فعشان كده البدايه بالنسبه لنا هتبقى مهمه جدا. رتم اللعب السريع من اول دقيقه، مش معنى كده ان احنا هنلعب الماتش كله برتم سريع. مزبوط، ولكن نقدر نقسم الماتش، ممكن اول ربع ساعه بنلعب برتم سريع شويه، ممكن بعد كده شويه الدنيا بيبقى فيه احتفاظ بالكوره ونقل الكوره والناس تاخد نفسها، وبعدين نبتدي نضغط ونلعب برتم سريع تاني. لان الرتم السريع مش هيدي فرقه انبي ارتياحيه وهم بيدافعوا، مش هيقدروا. لو قدروا خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعه، لا مش هيقدروا. والتحرك بدون كورة، أوكي، يعني إزاي برضو إحنا نتحرك من غير كورة؟ مش اللعيب اللي معاه كورة نقف نتفرج هو هيتصرف إزاي، لا نبتدي نتحرك وناخد أماكن فاضية في المساحات الفاضية، بحيث إن إحنا نسهل له عملية التمرير، وزي ما قلت لك نعمل عملية خلخلة لدفاع فرقة إنبي. لأن إحنا مثلا لما بتيجي بتلعب الكورة لمحمد هاني ناحية اليمين، الدفاع بتاع فرقة إنبي إيه اللي بيحصل فيه؟ بيتحرك إزاي؟ كله بيجي بيتحرك كده. صحيح، إزاي أنا أجيبه كده عشان انقل من هنا وبعدين اغير من الجنب الثاني وافضي المنطقه دي علشان واخترق من هنا بقى بسرعات وبسبرنتات والريتم يتغير. هو ده هو ده هو شغل الكوره، ده شغل المدرب، ده شغل المدرب. صحيح، ودايما شغل المدرب الهجومي بيبقى اصعب من الشغل الدفاعي. الشغل الدفاعي اسهل بكتير، بس ان انت ازاي تخلي فرقتك تهاجم وتتيح لها فرص وتوصل للمرمى وتسجل اهداف، ده بيبقى شغل صعب جدا ومش اي مدرب يقدر يقوم بيه. احنا عندنا كل المقومات الهجوميه اللي تسمح لنا باذن الله ان احنا نادي بشكل كويس. شفنا يمكن خلال مباراتي سان جورج التشكيل متغير، يعني ممكن نلاقي في مباراه سان جورج الاولى علي معلول بيلعب، الثانيه كريم الدبيس بيلعب، يعني تغييرات دايما بيعملها كولر. مستر كولر. في ماتش سان جورج هل ده ممكن نشوفه يعني اقصد فيه؟ لا بكره، لا مش بكرة هنشوف لا. طبعا مش هنشوف تغيير ثالث، مش هنشوف، لا فرص، مش هنشوف ان هو هيدي فرص للعيبه يديها فرص في الماتش ده. أوكي، لان الماتش ده بيساوي بطوله. صحيح، وفرقه ماتش جامد، يعني مش ماتش سان جورج يمكن كنا خلصناه من الماتش الاولاني كسبنا 3-0، وواضح ان هم كانوا في المتناول وادائهم الفني يعني نقدر نقول اقل من المتوسط، فكان في فرصه ان هو يدي فرص للعيبه ما بتشتركش عشان يديها فرصه ويدخلها في وسط قطار النادي مثلا. زي كريستو، زي كريم الدبيس، ولكن بكره لا الكلام هيتغير وهيرجع للتشكيل الاساسي باللعيبه الاساسيه اللي تمتلك الخبره، لان الماتشات دي برضه عايزه ناس عندها خبره، يعني ازاي ان هي ما بتسرحش، ان هي ازاي واقفه على طول مظبوط، ازاي استثمار الفرص اللي جيلنا ازاي نستخدمها بشكل كويس جدا ونستثمرها، ما فيش ضياع فرص سهله. فبكره ماتش باذن الله نتمنى ان احنا ربنا يوفقنا فيه. من وجهه نظرك كابتن، شايف الفرق ما بين النادي الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي ازاي؟ كفريق طبعا، الناحية الفنية. من الناحية الفنية يمكن مفيش فرق كبير. أيوة، هو بس الـ 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 الحاجة المهمة جدا اللي لازم لاعبتنا تخلي بالها منها يعني، احنا خسارتنا للسوبر الافريقي دي بداية كانت موسم.
وهو ده الفرق بين السنه اللي فاتت والسنه دي. احنا ابتدينا ببطولات حصد بطولات، ابتدينا ببطوله سوبر برضو بس خدناها، خدناها طبعا احنا السنه دي خسرنا، فبقى محتاجين بطوله تركيز معوض أكتر. جدا تركيز اكتر، يعني يمكن يتجاوز ال 100% بحيث ان احنا ربنا يكرمنا نقدر، ربنا يكرمنا ببطوله نعوض البطوله اللي راحت ونبتدي، لان في اربع خمس بطولات جايين عايزين باذن الله، وفي كاس عالم الانديه صحيح عايزين نتحط على المحك، دوري السوبر الافريقي ودوري السوبر الافريقي بطوله افريقيا، بطولات كبيره جدا وجامده جدا. وخلي بالك مش عارف ليه انا حاسس ان احنا الثلاث شهور دول بس هم يعني كان الكره كل حاجه، الكره اختفت في العالم كله، بقت في الثلاث شهور النادي الاهلي كل حاجه، وكل الاهلي هيلعب بطوله كاس عالم وهيلعب دوري السوبر ودوري ابطال افريقيا بجانب الدوري، الماتشات الدوري اللي بتتحط بجانب ماتشات الكاس القديم وفي كاس يعني انت عملت كل حاجه بالظبط، لعبت كل الالعاب، فربنا يسهل الفتره اللي جايه، محتاجه تركيز كويس جدا. والمكسب بيجيب مكسب طبعا، ومكسب البطولات يجيب البطوله اللي بعديها صحيح. فلازم هم لاعبتنا تركز في هذا الكلام بشكل كبير. الغيابات عديده داخل النادي الاهلي، صلاح محسن، متولي، محمود متولي، عمرو السولية، وعلى الجانب الاخر عوده رضا سليم. شايف الافكار ازاي هتبقى ازاي؟ رضا سليم من اللعيبه، من الصفقات اللي انا سعيد بيها جدا، لعيب كويس وبيأدي بشكل ممتاز وده ثقل في النواحي الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي. ايوه، واشعل المنافسه في المراكز اللي هي الاجنحه اللي بتلعب قدام، بقى في منافسه كبيره جدا صحيح، وتنافس كبير جدا، انا بسميها تنافس شرس ما بين اللعيبه، مين اللي هيحط نفسه في الفرقه الاساسي ومين اللي هيقعد، ولكن من الواضح ان كلهم شادين حيلهم وظاهرين بشكل كويس جدا سواء اللي بيبتدي او اللي ما بيبتديش. بالنسبه لمحمود متولي، عمرو السولية بقاله فتره طويله، فنتمنى له الشفاء وان هو يرجع بسرعه، لان عمرو من اللعيبه برضو بصراحه. عمرو كمان شكله مختلف، يعني طريقه لعبه مختلفه مثلا عن اللي موجودين كمان، يعني اختلاف في الاداء. انت بتحب ان يبقى في دايما اختلاف ما بين الثلاث اربع لعيبه اللي في وسط الملعب؟ طبعا طبعا، ولازم يكون كل واحد المميزات كلها موجوده فيهم كلهم، تقدر تستخدمهم أوكي. يعني اللي بيعرف يشوط، اللي بيعرف يباصي، اللي بيعرف يدي ثرو، اللي صانع العاب كويس، اللي بيدافع كويس، لازم كل المميزات دي تكون موجوده، فهي موجوده عندنا في اللعيبه اللي عندنا وبيأدوا بشكل كويس. نتمنى ماتش بكره ده، لان بيساوي بطوله، نتخطاها ونوصل فاينل باذن الله. التاريخ دايما ما بين النادي الاهلي وانبي بينحاز للنادي الاهلي، ولكن سواء في الدوري او في الكاس بالمناسبه، الاهلي بكره عايز يكسب. من وجهه نظرك التشكيل اللي يبدا بيه النادي الاهلي في هذه المباراه وطريقه اللعب، ممكن حد يقول لك ايه؟ طب انا عايز اكسب فانا العب اغير طريقه اللعب، هل من الممكن ان يغير طريقه اللعب؟ كولر قلت لك ثلاث اربع اسئله ببعض بس كله بيجي في دماغي وانا بالظبط. لا مش هيغير طريقه اللعب، المدربين الاجانب بس هو عايز يعني ما هو بيكسب بطريقه أوكي. اللعب اللي هو بيلعب بيها، ما هو بيكسب أوكي. السنه اللي فاتت واخد خمس ست بطولات، كل البطولات يعني رأيك. انه التغيير بالنسبه للاجانب طالما هو بيكسب والفرقه ماشيه، وانا طبعا بيكسب وكل حاجه، ولكن الاهم برضو يا كابتن هو عدد صناعه الفرص اللي بيعملها، هي كبير جدا. يعني انا لما بقعد افكر كده واشوف ان هو لا بيعمل عدد كبير من الكرات لصناعه الفرص، وهو ده دور المدرب صح، دور اللعيب بقى ان هو يستثمر هذه الفرص صح. يعني طبعًا. المدرب مش هو هينزل يجيب طبعًا. جون طبعًا. هو بيدي لك الحلول وبيدي لك الطرق والمفاتيح ازاي توصل لمرمى الفريق المنافس اللي انت بتلعبه صحيح. استثمار الفرص بقى والتسجيل بعد كده ده بتيجي للعيب، قصه تانية. بس انا عايز برضه اقول للعيبه حاجه مهمه جدا، احنا دايما بنقول التوفيق في كره القدم مهم، الله طبعا، ولكن في الاداء البدني والجري مفيش توفيق وعدم توفيق. يعني انا ممكن ابقى مش موافق، دي كده كلام يعني مهم جدا يعني، وانا انا انا بقوله من زمان لاي لعيبه، يعني التوفيق في الجري مفيش حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق. انت المفروض ان انت هتنزل تجري وتادي بنسبه 100% كناحيه بدنيه، يعني واجباتك الهجوميه والدفاعيه حسب مركزك بتقوم بيها من ناحيه الاداء البدني. دي ما فيهاش بقى ما ينفعش نلاقي واحد بيجري تروت او واحد واقف، ما صحيح ينفعش صحيح. ولكن بقى التوفيق في ايه؟ في الباصه، في الشوطه، في انفراد، ماشي ممكن نقول مش موافق، الدنيا هتمشي ازاي، انما الجري والمجهود ما فيهوش توفيق وعدم توفيق صح. فدي انا اتمنى من اول دقيقه الناس اللي هتبتدي وحتى الناس اللي هتنزل يكون هذا الكلام هم فاهمينه كويس. من وجهه نظرك برضو التشكيل اللي ممكن يبدا بيه اللي بنلعب بيها، يعني الشناوي، محمد هاني، ورامي ربيعه، ومحمد عبد المنعم،
وعلي معلول اوكي امام عاشور وديانج. انا من وجهه نظري في ماتش بكره انت قفشه قدامهم وثلاثه قدام، رضا سليم لو سليم هو رجع خلاص رجع بقى سليم وكهربا و بيرسيتاو ولا حسين ولا او بيرسيتاو وكهربا وحسين الشحات يبداوا يبداوا ورضا يبقى موجود ولو في فرصه على حسب فرصة. بقى سر الماتش حسب ما يغير ده طبعا من وجهه نظر انا بس طبعا هو مستر كولر هو الادرى وهو اللي عارف بواطن الامور وعارف اللعيبه بفرقه ثانيه خالص وممكن يعمل لان هو اللي هو اللي في المطبخ هو اللي وعنده مجموعه اللاعبين اللي يقدروا يدوا له كل هذه بالظبط عنده المفاتيح اللي يقدر يلعب بيها. بشكل عام يا كابتن شايف بدايات الاهلي حتى الان ازاي؟ بدايات الاهلي يعني على مستوى البطوله الافريقيه كويس طبعا. ماتش السوبر ما كانش ماتش سهل على فكره، لان انا لما بسمع ناس كتير قوي اتكلمت على الماتش قالت لك دي فرقه سهله لا 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 ما كانتش فرقه سهله. اتحاد العاصمه فرقه ممكن هجوميا هم كانوا ما عندهمش المقومات الهجوميه، ولكن في النواحي الدفاعيه لا كانوا ممتازين من ناحيه تمركز ومن ناحيه رقابه ومن ناحيه تغطيه ومن ناحيه تشتيت ومن ناحيه فهم لواجبات مراكزهم في النواحي الدفاعيه. لا كانوا فرقه جيده جدا مش جيده، فرقه ممتازه. فطبعا كان ماتش مش سهل، ولكن كان ممكن من البدايات ده تاكيدا للكلام اللي بقول لك عليه، لما احنا نجيب جون بدري بيريحنا بشكل كبير جدا ويفتح اي ماتش. فرقه اتحاد العاصمه احنا ضيعنا فرص كتير جدا، 3 4 فرص، لو كنا جبنا هدف واحد كان الماتش يمكن اتغير، لان هم كانوا هيتحولوا للنواحي الهجوميه. فطبعا الماتش دون برضو هرب مننا، يعني ما كانش فيه توفيق في ضياع الفرص الكتيره من ناحيه اللعيبه. نمره 2 زي ما بقول لك هو هرب مننا، الماتش اتسرق. وبرضو عشان فرقه اتحاد العاصمه كانوا بيلعبوا على قد امكانياتهم اللي هم عارفينها ومقتنعين بيها وعارفين ان النادي الاهلي احسن واقوى واشرس وكل حاجه، فيمكن التوفيق كان معاهم في الحته دي. حتى في الهدف اللي جابوه ضربه الجزاء من يعني هو ما كانش يومنا. فدي بتحصل في الكوره، فالماتشات دي بالواحد ياخدها يرميها ورا ظهره وينساها. المهم لا وياخد منها الايجابيات كمان، ياخد الايجابيات صحيح. لا وياخد منها السلبيات عشان يعالجها طبعا بالظبط. يعني دي الفايده. طيب تأهلنا إلى الدور القادم أو دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على بطل إثيوبيا. دور المجموعات بيبقى مختلف تماما. طبعا مختلف، وبالذات احنا يعني احنا بس اللعيبة تفتكر دور دوري المجموعات السنة اللي فاتت. لأن ربنا سترها السنة اللي فاتت الحمد لله وعدينا، ولكن يعني احنا عايزين نعدي من دور المجموعات واحنا مستريحين. مش عايزين ندخل نفسنا في حسابات مع فرق تانية صحيح، ونتعلم من اللي حصل السنه اللي فاتت. لان ممكن ما لو حصل تاني ممكن ما يتكررش، الظروف ما تتكررش. فاحنا عايزين من الاول في اول وتاني بيطلعوا لدور الثمانية، عايزين باذن الله على طول التركيز يبقى من الاول خالص من اول مباراه عشان ما نعانيش زي ما كان ممكن نعاني السنه اللي فاتت. فيبقى التركيز من بدري مهما من كانت بدري. الفرق انا بتقول احنا لو مركزين يا كابتن مهما كانت الفرق تستطيع ان تفوز. الاهلي يعني يستطيع ان يفوز طبعا طبعا. فوارق كبيره، احنا سابقين الفرق بشكل كبير جدا. احنا سابقين من ناحيه جوانب فنيه، جوانب ماليه، جوانب اداريه، يعني كل حاجه استقرار مادي بالظبط كده. على الجانب الاخر يا كابتن لما تيجي تبص مثلا على مودست، هل من الممكن احنا نشوف مودست بكره حتى لو شويه؟ ما هو اصله ما هو دلوقتي قله المباريات هي سبب رئيسي في عدم لعبه، لكن ما هيخش ازاي؟ ما هو لازم ياخد 10 دقائق في ربع ساعه في نص ساعه صح ولا انا بتكلم غلط؟ ده صح، بس هو الخوف ان الناس ما تستحملوش. يعني هو يعني دلوقتي طالما انا مقتنع بيه خلاص كمدير فني يعني لا برضو يمكن الناس جمهور النادي الاهلي والناس واحنا كلنا كنا مستنيين مين راس الحربه اللي هيجي، وكنا عايزين راس حربه يجي ويكون ليه مواصفات اللي هي زي بتاعت مودست. تمام، اللي هو بيلعب بدماغه كويس سريع قوي، جه مودست فعايزين نتفرج بقى عليه. ما ينفعش الجمهور النادي الاهلي مش هيستحمل انه يشوفه مش في حاله مش في صوره كويسه مره واثنين وثلاثه. اوكي انا الصح اللي انت بتقوله ان هو يكتسب لياقه المباريات سنه سنه، يعني ياخد ربع ساعه ماتش بعديه ياخد له نص ساعه ياخد له تايم. بس مين بقى اللي هيستحمله لو هو ظهر بصوره مش كويسه؟ لا جمهور الاهلي مش هيستحمل. فالاصح في الحته دي أيوة. لما يبقى فت
لما يبقى فت. هو يا كابتن معلش حضرتك رجل تعلم هذا الامر تماما، هو في حاجه اسمها يبقى فت من غير ما يلعب ماتشات؟ لا ما انا هلاعبه، ما انا اكمل هلاعبه ماتشات. ما هو مش هيبقى كويس؟ لا مش ماتشات رسميه، هلاعبه ماتشات وديه. ماشي الودي برضو لا معلش، بس برضو هيبقى فتنس ماتش ماشي. وهياخد حساسيه الماتش ماشي. يبقى انا بجهزه بدنيا وفنيا من خلال التدريب، ولما يبتدي يقف على رجليه اجهزه فتره مباريات وديه، ياخد له 3 4 ماتشات وديين وبعدين ابتدي العابه. لان برضو احنا ما جبناش واحد محترف وبياخد برضو فلوس كتير عشان ينزل يلعب ربع ساعه، احنا عايزين نشوفه يلعب ماتش، يلعب ينزل يلعب ويلعب بشكل ولكن كويس. ولكن كي تقيمه بشكل جيد يجب ان يكون يعني الراجل واقف على رجله عشان تقدر تقيمه. يعني انا النهارده من خلال التدريب، انتوا كنتوا جايبين التدريب بتاع النادي الاهلي، التدريب يا سمير من جريته لا لسه. برافو سلام. يعني من جريته لا لسه، لسه الدنيا تقيله شويه. برافو عليك انت طبعا انت استاذ يعني انت كويس ان انت خدت بالك. اي حد يعني لعبت الكره لا انا خدت بالي لان انا حسيت ان ايه عارف انا اول ماتش لعبه ايه يقول لك اللي هي اللي مش عارف تقيله مش شوية. مشدود كده يعني مهرول انت يعني هو في كلمه بس خلاص يعني هو مش مشدود، مش مشدود انت فاهمني ازاي. من ساعه ما شفته وهو بيسخن الماتش الاولاني اللي هو لعبه انا قلت انه مش فت من برضه من شكل جريته وهو طبيعي لانه واحد بقاله 5 6 شهور ما بيلعبش. طيب نجهزه نجهزه بشكل كويس من خلال تدريبات ومن خلال مباريات وديه، وبعدين يبتدي اشترك عشان يظهر بالصوره. لان هو مين اللي جابه؟ كولر، مستر كولر. مفيش حد بيخش اداره بالظبط كده. طيب هل الراجل نقاه صح ولا نقاه مش صح؟ نقاه صح يبقى لازم نشوفه وهو فت. حلو جدا، يعني ده نقاش مفتوح بمعنى انه مودست بهذا الاسم الكبير اللي له صولات وجولات مع البوندسليغا الالماني والدوري الفرنسي مع باير ليفركوزن على ما اتذكر، بروسيا دورتموند، وبروسيا دورتموند لاخر مباراه كان بينافس البايرن على الدوري الالماني. هل لما يبقى عندك حد بهذه السي في محتاج ان انت تشوفه؟ انا مش هشوفه، محتاج ان انا اجهزه، لان هو برضو الفتره قبل ما يجي لا كان بعيد ما بيلعبش. هو الفترة اللي انت بتتكلم عليها دي كان من سنة شهر اخر 5 بالظبط، فهو واضح ان هو من بعد شهر اجازة ما بيتحركش او بتاع، وبعدين عمل فترة اعداد مع فريق من الدرجة الرابعة اللي هو كان بيلعب فيه وهو صغير فكده يعني. ايوه لا هو مش فت، لازم يبقى بدنيا لائق من خلال تدريبات ومن خلال مباريات ودية وبعدين نشوفه. لان هو واضح امكانياته الجسمانيه كويسه، سريع طويل بيلعب بدماغه كويس، شفت الاجوان بتاعته مع بروسيا دورتموند وهو لا حاجه عظيم. فوق الوصف، فلازم نشوفه بهذا المظهر. ما هو جمهور النادي الاهلي شافه هو كده، مش هيشوفه اقل من كده، مش يعني هيشوفه اقل من كده. لا طبعا علي معلول وكريم الدبيس، يعني كريم الحقيقه شفنا ان هو بيتقدم من مباراه لاخرى من خلال الفترة السابقة، هل يستطيع كريم ان هو يحل علي مكان علي معلول؟ يعني يستطيع ولكن مش دلوقتي، يعني محتاج يدعك شوية برضه في الماتشات. ياخد كام ماتش كده يعني او لا عدد ماتشات كبير؟ ياخد له 10 15 ماتش. لسه ولد صغير ومواليد 2003. اوكي. محتاج لعب كتير، لان دلوقتي لعيبه الكوره اسلام، وانت اكيد انت طبعا انت عارف الكلام ده، لعيبه الكوره الماتشات هي اللي بتجيبها. حتى الاخطاء اللي بيعملها في الماتش هو بيصلح نفسه بنفسه، يعني هو بيقعد يراجع في نفسه كده، وانا عملت ايه النهارده، لا بعد كده يبقى لما تجيلي في الموقف ده يبقى اعمل كده، ما تصرفش كده. فهو محتاج لعب كتير وعشان يكتسب خبرات، ولكن هو امكانياته لا تسمح له ان هو بعد ما هيتودك شويه لا هيبقى كويس. مين تاني عاجبك من فريق الكوره في النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ يعني لما نيجي نتكلم مثلا اكرم توفيق لسه ما شفناهوش بعد العوده من الاصابه، كريم فؤاد شفناه ماتشين ثلاثه بيلعب، يعني هل ممكن خلال الفتره القادمه اكرم يبقى له دور بعد الوجود بعد الرجوع من الاصابه؟ كريم نفس الكلام، مين اللي حضرتك شايفه ممكن يخش اكتر يعني؟ نمره واحد اكرم. لا بس باذن أكرم الله اكرم نص ملعب ولا ناحيه اليمين؟ ما هو دي هو جوكر، يعني ممكن تستخدمه هنا وتستخدمه هنا. اوكي. بس يعني في ناحيه اليمين بيأدي بشكل كويس، وبعدين ناحيه اليمين عشان يبقى مع محمد هاني، يمكن هاني ما فيش حد خلال عبد الفتاح وراه بقى، فممكن تستخدمه ناحيه اليمين، ممكن تستخدمه كاف ديفندر في نص الملعب. ولكن اهم حاجه بالنسبه لاكرم ان هو يبقى سليم، مش 100% 200%، يعني باذن الله لما يرجع
ما ترجعلوش الإصابة تاني، لأن أوحش حاجة على لعيب الكورة لما يكون مصاب وينزل الملعب الإصابة ترجع له تاني. خصوصا لو صليبي كمان. بالظبط كده. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا، يعني لازم تبقى عضلاته شايلاه بشكل كويس، لازم برنامج التقويات يشتغل عليه بشكل كويس جدا، بحيث ان هو لما ينزل الملعب رجليه تبقى شايله. الجارية باينه يا كابتن. اهي هي دي اللي بقول لك عليها. برافو عليك. طيب ال 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 بص هي دي اهي. بص طيب. لسه قدامه وقت الحقيقه. بالظبط. لكن هل من وجهه نظرك النادي الاهلي قادر على الحفاظ على الخمس بطولات اللي خدهم السنه اللي فاتت؟ يعني السنه دي برضو انت عندك اكتر من خمس ست بطولات، هل يستطيع النادي الاهلي الحفاظ عليهم؟ باذن الله. يستطيع طبعا لو الامور ماشيه في سكتها الطبيعيه، لو اللعيبه نسب تركيزها عاليه، لو التوفيق معاك، كل المقومات عندك ان انت تاخد كل البطولات، سواء دوري مصري، كاس في مصر، بطوله افريقيا، سوبر افريقي، كاس عالم الانديه. دي بقصه تانية بقى. لازم يبقى شكلك يكون على الاقل احسن من السنه اللي فاتت. يعني حضرتك من المدربين اللي شايفين ان عدد كبير من اللاعبين يكونوا موجودين في الملعب؟ يعني انا بشوف في التمرين في التدريب. لا طبعا. من كام يعني، من وجهه نظرك كام لاعب؟ انا بحب 23 لعيب، 3 تجوان و20 لعيب بس كده. كل مركز 2. كل مركز 2 وثلاث حراس مرمى. انا اعتقد انه قليل بس اوكي، يعني كل واحد وله مدرسته. بالظبط. بس هو كل ما العدد زاد التمرين ما بيبقاش ليه قيمه خالص. يعني ولا فايده للعيبه ولا حتى للجهاز. طب كيفيه بقى يا كابتن التناسق في مثل هذه الامور؟ يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي خمس ست سبع بطولات، يعني احنا لسه كنا بنتكلم على الثلاث شهور اللي جايين دول او الشهرين ثلاثه اللي جايين دول فيهم وجع دماغ كتير وبطولات كثيره جدا جدا. ما هو لازم يبقى عندي اكتر من 30 لعيب في الملعب عشان امرنهم، عشان لو لا قدر الله حد حصل له حاجه اعمل كده يلعب الماتشات. مش في نفس الوقت. 30 لعيب اوكي كقايمه بس ما يتمرنوش ال 30 لعيب، ما يبقوش جوه الملعب. هم 23 في الملعب، وممكن السبعه الزياده في مدرب عام او مدرب بيتمرنوا معاه. اهم حاجه لان اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في الماتش. ما ينفعش الملعب يكون زحمه وفي لعيبه كتيره. تمام. هتيجي تعمل تقسيمه، انا ال 23 دول ليه؟ 20 لعيب كل اثنين في مركز، عشان حتى لما تيجي تعمل تقسيمه 10 و10 بيلعبوا وجونين وجون هو اللي قاعد مستني. هنا في فايده. كلام بيبقى نفس الكلام، بيبقى التركيز في الواجبات، في تصحيح الاخطاء. يعني بتبقى انت ماسك التيم، يعني اقول لك ايه، بايديك واسنانك. يعني أوكي. تقدر مسيطر عليه بشكل كويس. عشان القايمه في 7-8 لعيبه زياده، تمام، بيتمرنوا مع مدرب عام، ودايما بيبقى فيه انا محتاج حد منهم بجيبه مكان حد تاني. المهم يبقى اللي قدامي اللي انا مركز معاه ده الاحسن. بره كده، بره على فكره ما فيش في الاي بي A تيم والبي تيم، مفيش كله مش ميكست، يعني كله بيتمرن مع بعضه. لا، في الفريق الثاني والفريق الاول اللي هو بيستخدم في الماتشات. اوكي. هتحتاج حد بتاخد من الفريق الثاني. كابتن لو رحنا للدوري العام في دي طبعا وجهه نظر انا ماليش دعوه طبعا. بالظبط. انا هنا بتكلم عن الدوري العام في الاسبوع الاول والثاني، شفته ازاي؟ طبعا في ظل النادي الاهلي لعب المباراه الاولى او الجوله الاولى، ثم في الجوله الثانيه كانت المباراه مؤجله امام سيراميكا كليوباترا. شفت الدوري العام زي ما بشوفه كل سنه. يعني على فكره الكلام ده كل مره ما بيجي اسال السؤال ده كل الناس تقول لي نفس الكلام، مفيش جديد. لا مفيش جديد، لان التنافس او حده التنافس ما بين الانديه لا بعيده جدا. النادي الاهلي في حته وراه، يعني بجاب كبير جدا، ممكن نحط بيراميدز والزمالك بمسافة تانية، تحط فيوتشر مسافة رابعة، حط بقية الأندية. فأنت ما فيش، يعني مثلا الدوري السعودي اللي متفرج على، لا في تنافس، فرق كلها تقريبا في تنافس، فعشان كده الماتشات شكلها كويس. تفرج ده ممكن الفرقة دي تكسب، ممكن الفرقة دي تكسب، ولكن النتائج بتبقى محسومة من قبل ما تلعب. نمرة عدم تواجد الجمهور ده كمان قصة يعني مأثرة على شكل الدوري المصري بشكل كبير جدا. في جمهور على فكرة موجود، مش كل الماتشات وبأعداد. طيب صغيرة. ما هو انت عندك في الآخر الدوري العام
ست فرق او خمس فرق وبلديه المحله، اهلي زمالك اسماعيلي، ده اللي عندهم جمهور، دول عندهم جمهور. أهلي زمالك على الاقل في ماتشاتهم يعني الجمهور يبقى زياده، افتح شويه يعني، مش فرق مش لازم يبقى 2005 افتح شويه يعني. ما احنا الحمد لله مصر في امان واستقرار، ما فيش حاجه تقلقنا والناس متهيألي بتخش ملتزمه، حتى الماتشات اللي كان الاستاد فيها الجمهور مليء اخر ماتش مثلا الزمالك 30,000، احنا ماتشاتنا في بطوله افريقيا كان الساعه كامله 60 و70 وما حصلش حاجه. طيب ما احنا على الاقل في الفرق الجماهيريه نشوف الجمهور بتاعنا جوه، لان ده يعني بيبقى من احد الاسباب الرئيسيه لارتفاع مستوى الاداء بالنسبه للعيبه، سواء اللعيبه بتاعتك او لعيبه الفرق الثانيه. اوكي، ولكن غياب الجمهور لا بيدي رتابه، والفروقات في المستويات، الفروقات واضحه في جدا في المستويات جدا كبيره. يعني احنا ربنا يكرمنا، احنا لو مشينا يعني، وافتكر كلام، احنا لو مشينا دور كامل ما خسرناش بونت خدنا الدوري خلاص من دور واحد. واحد يعني خلاص هيبقى يعني احسب بقى النقط، هتلاقي مسافات هتلاقي مسافات درجه دي. طب مين الفرق اللي بالنسبه لك مفاجاه السنه دي مثلا، قد او من وجهه نظرك قد تحدث مفاجاه؟ انت ضحكت نشرب ينسوه لا جبت انطباع وشي مفيش لا يعني بالنسبه لي نفس الانطباع يعني. بيراميدز فرقه كويسه، مش فرقه وحشه، عندهم لعيبه كويسين ولكن بيفتقدوا لحاجات كتيره جدا تديهم استمراريه. اول حاجه غياب الجمهور، فرقه ما عندهاش جمهور. فبتلاقيها بتمشي في مراحل، اللي في الاول كويس بتيجي بقى في مراحل اللي هي حاسمه او ان هي هتاخد بطوله، لا ما بيقدروش، لان ما عندهمش الظهير اللي هو بيحميهم اللي هو جمهور او اللي بيديهم دافع. فرقه زي فيوتشر طبعا قالوا عن السنه اللي فاتت في لعيبه مشيت، تغيير جهاز، وقالوا قالوا تغيير اداره نادي ومالك النادي اساسا، فهياخدوا وقت برضو مش كويس. بالعكس ده مدن، ولا يعني حضرتك لسه شايف ان ده لا كله لسه بدري، لسه نقاط كاذبه اسمها لسه بدري. لسه بدري يعني. طيب اخد حضرتك للمنتخب، ودايما عشان منتخب مصر ومواجهتي زامبيا والجزائر يعني انا ما اعرفش انا ليه دايما بحط نفسي في الاوقات يعني، هو الاتحاد الافريقي هو يعني او الاتحاد الفيفا هو اللي بيحط الاجنده ولكن الاتحاد الافريقي هو اللي بيحط بعدها المباراه. فمثلا في مباراه السوبر الافريقي امام سيمبا التنزاني هتلعبها يوم 19 اعتقد او يوم 20، منتخب مصر هيلعب يوم 16. أيه. ليه ما احطش يوم 15 مثلا؟ انت عندك الاجنده من 9 ل 17 ايوه، ولكن انت هتلعب يوم 13 ويوم 16 مع زامبيا ومع المنتخب الجزائري، والحقيقه المباراتين اصعب من بعض جدا يعني. قول زامبيا برضو لكن حتى مباراه الجزائر اللي الاقرب للمباراه بتاعه السوبر اصعب، صعبه وبعدين مهمه. وعلي معلول هيلعب مع تونس في اليابان اليو ديانج في السعوديه وبيرسي تاو في كوت ديفوار على ما اتذكر. ايوه عقبال ما يجولك بقى طبعا دي ده ماتش تاني. هو الاتحاد الافريقي ما اعرفش ليه بيعمل كده دايما الاتحاد الافريقي في هذا الامر. يعني ليه دايما طب العب اعملها يوم 23 او يوم سوري 21 الدوري السوبر، او ارجع الماتش الاتحاد المصري مثلا يرجع الماتش بتاع الجزائر يوم 15 ويلعب بيوم 12 او يوم 11، هيحصل ايه؟ ولا حاجه مش عارف. هي انا يعني مش عارف ليه احنا الاتحاد الافريقي مخلينا بنحب الزحمه دايما، يزنقنا دايما مزنوق دايما يزنقنا، وبالذات في الماتشات المهمه يعني. احنا ماتش السيمبا ده مش سهل، لا 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 مش سهل خالص يعني، ليه ظروف وليه طقوس. افتتاح السوبر الافريقي وافتتاح السوبر والملعب هتلاقيه مليان وياخد له 60-70 ألف وارضيه الملعب فماتش مش سهل. صح. وبعدين انت بتلعب الجزائر برضو المنتخب ماتش مش سهل طبعا، وهيفرق معاك في التصنيف طبعا. احنا ماتش تونس اللي خسرناه ده رجعنا خطوه على ماشي، بس التصنيف خلاص يعني ماشي اوكي ماشي. ولكن برضو هيبقى محسوب علينا ومحسوب علينا على لعيبتنا ومحسوب على المنتخب، فمعرفش ليه يعني حته ما كانش ممكن نلعب ماتش واحد. طب ماتش زامبيا لازمته ايه؟ ما كفايه الجزائر بس، هو ماتشين حلوين يعني اوكي، زامبيا والجزائر ماتشين حلوين بالنسبه للمنتخب يعني كويس، ولكن في ماتش الاهلي يوم 20، ليه حتى انا اخلي لعيبه النادي الاهلي اللي بتلعب مع المنتخب بتلعب وخايفه برضه على رجليها، وما هو هتلعب مع النادي ماتش في افتتاح سوبر افريقي برضه ماتش مهم طبعًا. ودي مباراه وديه، بس مباراه وديه قويه. طب ما انا يعني في الحالات دي
طب ما كنت خليته ماتش واحد، مش يعني زامبيا ما كانش ليه لازمه، وممكن الجزائر كان بدل يوم 16 خليه يوم 13. يعني في حلول، في حلول، بس هي الناس تفكر من بدري، الناس تفكر من بدري. لو الاتحاد الافريقي عايز يحطنا احنا في مشاكل، لا، لو احنا بنفكر من بدري شويه الموضوع خلص بالظبط، كان سهل جدا. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ونتمنى للنادي الاهلي في مباراته بكره التوفيق في مباراه انا بشوفها مباراه صعبه. محدش معايا يكلمني ولا يبعت لي يقول لي اصل احنا عندنا ماتش سهل بكره، لا لا لا، صرنا المؤمن هنلاعب بيراميدز ولا الزمالك، مفيش حاجه اسمها كده. انت لسه لم تصل الى المباراه النهائيه، وبكره مباراه صعبه جدا. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد على كل هذه التوضيحات اللي حضرتك بتوضحها من الناحيه الفنيه، بشكرك دائما وبستمتع بحضرتك. شكرا شكرا اسلام، وانا ببقى سعيد جدا لما اكون معاك. اشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد غضلة. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير.